Okay. ഹിമാചലിന്റെ മുന്നേക്ക് ഒന്നാ മതി. ബ്ലോക്ക് നമ്പർ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أفدنا
على ما قرأنا من القرآن الكريم. أوصى الله من سر صوابه بعد القبول منا إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة نبينا آدم عليه السلام إلى أرواح جميع من تناسل من ذرية إمام جميع الأنبياء والمرسلين وأوليائك المقربين آمين. إلى أرواح ساداتنا البدريين والهديين والهديين وسائر الصحابة والقرابة وأولياء الله المقربين آمين. اللهم بنقي ورجائهم بارك لنا فيما توجهنا إليه يا أرحم الراحمين آمين. يهدي الخاطر هذا الذي خيرا وصلاحا يا أرحم الراحمين آمين. اللهم املأ وجوهنا منك فرحا وقلوبنا منك حياء ونسكن في أنفسنا من نلبتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك رضيك اللهم أحب إلينا ممن سواك آمين. وإلينا أخسارك ممن سواك آمين. إلى أرواح من مات من آبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين آمين. إن تباهي بهم ملائكتك المقربين آمين. آمين. وإياهم وإياهم وسن النظر إلى وجهك الكريم آمين. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم آمين. فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه آمين. ذلك هو الفوز العظيم آمين. الذي يجمعنا هذا جمع مرحوم آمين. تفرقنا من بابه تفرقا معصوما آمين. منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مكروضا ولا محروما آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب آمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله. Allahu Akbar.